السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معانا خبر سريع وخبر محزن جدا، وهو وفاة الفنانة فتحية طنطاوي. هنشوف سبب الوفاة. سبب الوفاة صعب جدا جدا، واللحظات الاخيرة في حياتها، وبعض المعلومات السريعة جدا. في البداية نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام، وياريت كلنا ندعي لها بالرحمة وبالمغفرة. طبعا الفنانة فتحية طنطاوي توفت، طبعا كانت مواليد 1943، يبقى توفت عن عمر يناهز حوالي 76 سنة. بدأت مشوارها على مسرح الدولة، المسرح الدولة القومي. طبعا الكلام ده كان في الستينات. ظهرت بشكل كبير وليها أعمال كتيرة جدا جدا. ظهرت في فيلم دم الغزال، وكمان مسلسل البخيل وأنا وعباس الأبيض في اليوم الأسود، وقدمت في مشوارها الفني يا جماعة حوالي 140 عمل درامي. طبعا توفت منذ أقل من ساعة، وأعلن ده طبعا شقيق بنت زوج بنتها، وكمان لسه لحد الآن نقابة المهن التمثيلية ما أعلنتش الخبر. وأنا مش عارفة ليه، لأن دايما النقابة بتتأخر في الناس اللي بيكونوا مثلا كومبارس أو دور تالت ورابع، ما بيهتموش بيهم زي الفئة الأولى مثلا من الممثلين اللي بيفضلوا متابعين حالتهم. وانا جبت سيرة الموضوع ده لسبب بسيط، وهو سبب وفاتها. سبب وفاتها يا جماعة كان بسبب الاهمال الطبي. كل عمرها كبير وكل حاجة، بس الاعمار بيد الله. كان هي عندها فيروس كورونا، وما كانش فيه اي اهتمام ولا اي رعاية صحية تماما، وده اللي تم الاعلان عنه مؤخرا. حتى ما حدش كان اعلن من النقابة انها عندها فيروس كورونا، او طلبوا بالدعاء ليها زي بعض الفنانين، او اللي بيحصل مع بعض الفنانين. تعبت جدا وجالها ضيق في التنفس، وكمان اشتد عليها الاعراض. دخلت المستشفى، فيها بقالها كام يوم موجودة في المستشفى، وما كانش فيه اي اهتمام ورعاية كافية. او هنقول لكل اجل كتاب ان ده عمرها، وربنا طبعا اراد بذلك. كان اخر ظهور ليها يا جماعة مش من فترة طويلة، وكانت زهرة وكانت كويسة وكانت صحتها كويسة. اللحظات الاخيرة في حياتها لحظات صعبة جدا، واشتدت عليها اللحظات، وده بسبب المرض وعدم سؤال اي حد من الفنانين او من زمايلها في الوسط الفني، اللي كل واحد بيقول يلا نفسي، وكل واحد بيقول مصلحتي. انا مش عايزة اتكلم في الكلام ده كتير، انا بس كل اللي عايزة اقوله ان فعلا كل حد بيدور على اللي هينفعه. لو انت هتنفعني انا هجيلك وهسأل عليك، لو مش بتنفعني يبقى بقى الله يسهلك. انا ما بتكلمش في العموم طبعا، كل واحد ليه ما ليه، وله له ما له وعليه ما عليه. ادعوا لها بالرحمة وبالمغفرة، ربنا يتقبلها عنده ان شاء الله. ربنا يرحمها. الفنانة الجميلة فتحية طنطاوي توفت منذ اقل من ساعة بفيروس كورونا، ربنا يرحمها. شكرا جدا لحضراتكم، استنوا منا كل الجديد ان شاء الله، وادعوا لكل موتانا بالرحمة وبالمغفرة، وكمان لكل مرضانا بالشفاء العاجل. سلام عليكم.